لعدد الإجمالي للمواد لهذا المشروع 313 مادة، 313 مادة. فيما يخص عدد المواد التي مسها التعديل أو الجديدة لدينا 188 مادة، 188 مادة تقارن 60.06% من الحملة الانتخابية والاستفتائية، تمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية عندنا 14 من مادة 86 إلى المادة 112، مجموع المواد 27، مجموع المواد 27، عدد المواد المعدلة 24 مادة عدلت فيما يخص تمويل ومراقبة الحملة الانتخابية. هذه الأرقام تعطينا نظرة على التعديلات والتغييرات الجوهرية التي جاءت في هذا المشروع التمهيدي. لدينا من بعد مراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، مراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية من المادة 113 إلى المادة 120، يعني لدينا هنا 8 مواد كلها مواد جديدة.